أمامي الكرة، لا وجود. هذا هاري كين، وهذا هاري كين هدف، هذا هاري كين هدف، هذا هو توتنهام، هذا هو هاري كين، هذا هو الاستغلال الحقيقي. كل هذه السيطرة، كل هذه الفرص التي ضاعت على فريق أبو النقوسية كلها تلاشت وجاء دور الإنجليز. توتنهام يسجل، خطأ دفاعي قاتل، استغلوا سيد هدافي إنجلترا حاليا هاري كين. كل ما فعله هاري كين أنه تخلص من المدافع، واجه الحارس فاترمان، لعبها من تحته وسجل الهدف الافتتاحي. يا على كرة القدم وغرابة كرة القدم، لأنه في فرص حقيقية، في فرص حقيقية، وفي شك بتسلل، والله أعلم هل هناك شك بتسلل لحظة، لكن في مساحات قد يستغلها الفريق اللندني. هذه كرة هاري كين، هو يلعبها باليمين وعلى يمين الحارس، وثاني الأهداف بقدم هذا اللاعب الرائع. أربعة أهداف لهاري كين في الشامبيونز ليج لتوتنهام في الموسم الماضي، 32 هدف. يستلم وهو غير مراقب، يلعبها ويذبح الفريق القبرصي تماما. الفريق القبرصي يهاجم ويحاول ويتقدم ويصل، ولكن بالنهاية لا يسجل. بينما هاري كين يستلم، وكهداف يستطيع أن يرعب دائما كل الحراس. هاي الكرة يستلمها هاري كين، يستلمها باليمين ويلعبها باليمين وعلى يمين الحارس، وثاني الأهداف بقدم هذا اللاعب الرائع. أربعة أهداف لهاري في قيادة توتنهام وقيادة منتخب الديوك الزرق. شوف استغلال منطقة اليمين يتم بطريقة رائعة من توتنهام، وكرة عالية، والثالث هاري كين، الثالث هاري كين. يا على هاري كين، هاتريك أوروبي لهاري كين، هاتريك أوروبي، أول هاتريك له في الشامبيونز ليج. نعم، أول هاتريك لهاري كين في الشامبيونز ليج، هاتريك لهاري، والهاتريك يطلب هاري، وهاري يرد ويقول أنا جاهز. واستغلال منطقة اليمين تمت بطريقة رائعة، 3-0. أعتقد خلاص اتضح الفارق بين الفريقين. ربما هي نتيجة محبطة لفريق أبو النقوسية، ولكن كرة القدم بالذات عليك أن تكون في أدائك متوازنا. إذا لم تحظى بهذا التوازن ستدفع الثمن. هذه الكرة العرضية اللي رفعها كيران تريبير مثالية. هذه المنطقة اليمنى هي مكان العمليات، موسى سيسيوكو، كيران تريبير، وكرات عرضية متقنة بالرأس بالقدم لا يهم. المهم أن هاري كين حاضر ويحقق الثلاثية، وموريسيو بوتشيتينو سعيد أن الأمور تسير على هواء.